وبسبب خسارة إيران منتخبنا يتراجع مركزين بتصنيف الفيفا. والاتحاد الخليجي سيكشف في 20 من الشهر المقبل عن مكان وزمان الدورة. وأدفوكات ربما سيضع ياسر قاسم في القائمة الأولية لمواجهتي لبنان والإمارات. وأخيرا شرار حيدر يباشر بإجراءات الطعن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، وهذه الحلقة من برنامج صوت الملاعب. تستمر إدارة قناة الرابعة بالحصول على الحقوق الرياضية من أجل المشاهدين هنا بالعراق. بالتأكيد هذا العمل الدؤوب من قبل الإدارة هو ربما سيكون بداية لخطوات أكبر بالمستقبل. عموما قناة الرابعة حصلت على حقوق نقل بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، هذه البطولة التي تعتبر واحدة من البطولات المهمة لهذه الفئة، الفئة دون 23 سنة. وهذه البطولة سوف تقام في المملكة العربية السعودية يوم 14. البطولة ستكون بالكامل منقولة على قناة الرابعة بكل المباريات بالمجاميع الثلاث عبر شاشة التلفزيون. يعني الكثير من الأخوة المشاهدين، بعض الأصدقاء تساءلوا وبعضهم مستعجل بالقرار يعني كالمعتاد، لكن أود أن أوضح بأن هذه البطولة سوف تكون عبر البث الفضائي عبر شاشة التلفزيون، وهي غير مشمولة بالحقوق الآسيوية والإجراءات المتبعة بمباريات تصفيات كأس العالم وغيرها التي تبث عن طريق التطبيق، عن طريق المواقع. بالتالي أكرر بأن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية والتي ستقام بالرياض يوم 14 الشهر القادم سوف تكون منقولة عبر قناة الرابعة. ستشاهدون المباريات على شاشة التلفزيون، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني والكادر الأولمبي والكادر التدريبي الجديد. طبعا في نفس الشهر ستكون مباريات العراق مع لبنان والإمارات ستكون عبر التطبيقات، يعني عندكم مباراة تشوفوها على الستلايت، عندكم مباراة تشوفوها عبر التطبيقات. ونتمنى إن شاء الله أن نسعى دائما بتطوير الأداء وتطوير كل شيء من أجل المشاهد العراقي. وإن شاء الله هناك الكثير من المفاجآت مستقبلا والكثير من الأمور التي ستسركم إن شاء الله. ويعني بالتالي نطمح بأن نكون رقما مهما ليس على مستوى العراق بل إن شاء الله أكبر من ذلك. يعني المنتخب الوطني في خبر آخر تراجع مركزين في تصنيف الفيفا. طبعا نتائج المنتخب خسارة الأخيرة من إيران التي تقف متقدمة جدا بالتصنيف العالمي في العشرينيات من التصنيف، ومنتخبنا يتراجع مركزين أمامكم التصنيف المركز 72. وبالتالي بسبب التعادل مع كوريا الخسارة من إيران تصنيفنا نزل مركزين بالنسبة للمنتخب الوطني العراقي. تقدم حتى على اليابان. نعم بالتأكيد. طيب هذا بالنسبة لتصنيف المنتخب الوطني. مدرب منتخبنا الوطني أدفوكات يقال طبعا من بعد مباراة إيران إلى اليوم هناك تسريبات، برأيي الشخصي بأنها متعمدة، يعني هو التسريب متعمد حتى يهيئ الأجواء وربما يشكل ضغط على بقية اللاعبين. أدفوكات يقال بأنه سيستدعي ياسر قاسم لاعب خط الوسط الذي غاب كثيرا عن منتخبنا الوطني. هذا الاستدعاء الذي يقال بأنه سيكون لمباراتي لبنان والإمارات من أجل أن يشاهد اللاعبين. وهو قال بالمؤتمر الصحفي الأخير بعد مباراة إيران، قال بالحرف الواحد بأنه يعلم ويسمع بأن هناك لاعبين عراقيين يلعبون خارج العراق أو كانوا يلعبون خارج العراق لديهم إمكانات عالية جدا. بالتالي ربما قيل له بأن ياسر قاسم واحد من هؤلاء اللاعبين، أو ربما شاهد شريط المباراة عام 2015. لكن يا سيدي الأمور اختلفت، يعني ياسر هو بالتأكيد غاب كثيرا عن المنتخب الوطني وهو الآن مع زاخو. يعني ياسر لو كان ياسر اللي عرفناه سنة 2015
يعني ياسر بصراحة كان نصف الفريق أيام أمم آسيا في استراليا. ياسر واحد من اللاعبين المبدعين لكنه ضاع في وسط القرارات الشخصية التي اتخذها، بالتالي يقال بأنه أدفوكات سيستدعيه مرة أخرى، ويعني عاش الكثير من الخلافات. أتحدث عن ياسر قاسم مع بقية مع بعض اللاعبين، مع الجهاز الإداري أحيانا، الجهاز الفني، إلى أن ابتعد عن المنتخب الوطني. طيب يعني كأس الخليج الشغل الشاغل للعراق منذ عام 79، البطولة أقيمت آخر مرة بالعراق. تحاول الحكومة العراقية وتحاول وزارة الشباب الاتحاد أن تعيد تنظيم هذه البطولة، لكن يبدو بأن القصة لا زالت لم تحسم. هذه الأخطاء طبعا من جولات اللجان التفتيشية، يبدو بأن القصة لم تحسم إلى الآن، ويبدو بأن البطولة سوف تؤجل وترحل إلى عام 23 كما يقال، لأنه بسبب زحمة الرزنامات. طبعا بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم، دوريات المحلية، كأس العالم نفس الكثير من البطولات، بالتالي يقال بأنها أي البطولة سوف ترحل إلى عام 23، وأيضا لإفساح المجال للعراق من أجل إكمال البنى التحتية. يعني يقال بأن هناك بعض الملاحظات على البنى التحتية في البصرة، على الرغم من أن الملعب ممتاز، على الرغم من أنه تحاول الإدارة المحلية بالبصرة، المحافظة تحاول أو الحكومة المحلية حتى تكون أكثر دقة، تحاول أن يعني ترتب بعض الأشياء. شاهدنا مشاريع بأم العين على كورنيش البصرة وغيرها، فنادق مهمة جدا موجودة في البصرة، لكن رغم ذلك يعني يقال بأن اللجنة لا زالت لديها ملاحظات على الوضع بالبصرة. وأيضا طبعا كتاب الفيفا الذي أبعد العراق عن خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم، كان هذا سبب أحد الأسباب طبعا أيضا التي يقال بأنها منعت أو تقرر على أثرها اللجنة من ترحيل البطولة. طيب سأستغل يعني وصولي لهذا الخبر حتى أرحب بضيفي الصحفي الإعلامي السيد ميثم الحسن. أرحب بك أستاذ ميثم. مساء الخير عليك أستاذ طه، مساء الخير على جميع متابعي الرابعة. أهلا وسهلا بك. أنا لأن هذا الكثير من الأخبار المهمة، لكن واحدة منها موضوع كأس الخليج، يعني قصة التي طالت. نعم طبعا بصراحة الحمد لله لم تحسم الأمور، هناك ما جرى هي توصيات فقط، يجتمعون رؤساء الاتحادات في دول الخليج وحينها سيكون هناك قرار نهائي، لكن هذه التوصيات هي مدخل حقيقي لإمكانية التأجيل، وبالتالي قد نستمع في الأيام المقبلة أن يكون هناك قرار نهائي في حسم هذا الموضوع. لكن علينا أن نكون واقعين، يجب أن نلتفت إلى المنشآت الرياضية، نلتفت إلى كل ما نستطيع أن نهيئه حتى على الأقل أن تكون البطولة في العراق بطولة استثنائية. طيب في خبر آخر، المحامي السيد شرار حيدر الأستاذ وليد الشبيبي أعلن لوسائل الإعلام بأنه قدم طعنا للسلطة القضائية بنتائج انتخابات الاتحاد العراقي، ويعني بالتالي كان هناك تفصيل في هذا الخبر، تفصيل كبير عن الأسباب والمسببات وكيف ذهب إلى مقر الاتحاد ولم يستطع الدخول إلى الاتحاد، وأن لديه كل الدفعات التي ستمنحه الحق بالطعن بانتخابات الاتحاد التي جرت قبل يومين. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد وليد الشبيبي. ورحب بك سيد وليد. تحياتي لك أستاذ طه، وتحياتي لكادر القناة الوطار ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني الكثير من الشكاوى ترد بعد الانتخابات، لكن نحن نتحدث عن انتخابات رياضية تشرف عليها الفيفا، بالتأكيد لديكم كل المعلومات. هل تعتقد بأنه الطعون التي ستقدم للقضاء ستكون ذات نفع وفائدة ومؤثرة لدى محكمة كاس أو حتى الفيفا؟ نعم، احنا حقيقة انا رجل قانون يعني ومحامي ادافع عن حق موكلي بالطعن. حقيقة الكاس الشار يعني تعرض الى كثير من التجاوزات قبل الانتخابات، والعملية الانتخابية اثبتت الكثير من التجاوزات. حقيقة هذا الموضوع سيكون مطروح امام القضاء، لكن يفترض انه عندما نتعامل في موضوع رياضي بجنب قانوني يجب ان تكون هناك
بالنسبه للاتحاد الكره الذي يدار من الهيئه اللجنه التطبيعيه هناك حياديه هناك شفافيه هناك لوائح دوليه حقيقه تؤكد دائما على التعامل او التعامل حسن التعامل حسن النيه في التعامل هذا مبدا مهم لا يجوز خرقه. نعم. وبالتالي عندي انا قانون الانتخابي رقم القانون الانتخابي الاتحاد العراقي لكره القدم 2021 ماده 9 نظمت عمليه الطعن استئناف امام اتحاد الكره عندما تطعن امام هذا الاتحاد على انتخابات جرت. يعطيك القانون الماده التاسعه الفقره الثانيه ثلاثه ايام للطعن. الانتخابات جرت يوم الثلاثاء 14/9 يوم الخميس يوم الاربعاء يوم امس جلس بالاتحاد وقدمت الطعن بشكل اصولي. ولكن القانون يفرض علي شكليه يجب اتباعها وهي انه اللجنه القانونيه يجب ان تقدم القرار اللجنه الانتخابيه الى الهيئه العامه لكل من يطلبه من باب الشفافيه والحياديه وحق اعضاء الجمعيه العموميه وبالتالي يقدم الطعن. يعني هاي الشكليه اذا ما تتبع ممكن ان كابتن شرار حيدر يختار حقه بالطعن امام محكمه المنازعات في بغداد وحتى امام محكمه الكاس في زين تمام. انت رحت المقر للاتحاد وقدمت الطعن. انا يوم امس قدمت الطعن وطلبت وحقيقه اخذ وارد 1392 يوم 15/9/2021 وعندما طلبت من الامين عام السيد محمد فرحان بوجود السيد اياد النيان ان يمنحني قرار اللجنه الانتخابيه الخاص بالانتخابات اجابني بصراحه ممنوع هذا شان خاص بينا وسري. قلت له يا اخي احنا اعضاء جمعيه انا جمعيه عموميه وانا وكيل مرشح الانتخابات. توجهت الى الاستاذ اياد بنيان بحضور الاستاذ محمد فرعان قال انا مهمتي انتهت الى هنا. يعني يصير انا اقدم طلب الى خصم قانوني اللي هو احنا كنا نكون كل الحب قدم طلب قدم طلب الى امين السر المعين القادم عن عدنان دجال في عام 2018 بسبب الاخفاء بسبب ايضا بس سيد وليد فاذا من احداث تكرر نفسها الحلقه المبرره نفسها تعود. استاذ وليد اولا انا مو قاضي احنا مو محكمه وانا انت موكل عن سيد شرار حيدر بالتالي لك الحق بالدفاع عنه لكن ارجو ان نهدى قليلا. اولا انت ستقدم الطعن او اي الامور القانونيه الى امين السر القادم تطبيعيا انتهى عملها بعد الانتخابات. المشكله وين هنا؟ استاذ طه عفوا الامين العام ما انتهى عمله. الامين العام يعين appointed. نعم مو الكشن باي الكشن يعني ما جاء مو منتخب هو ولا هو معين من الفيفا. الامين العام معين من اعضاء الجمعيه العموميه. نعم القانون النظام الاساسي اتحاد الكره اللي جاء على ضوء سنه 2018 الغي بالقانون بالنظام الاساسي سنه 2021 وافرد مواد خاصه بالكيفيه تعيين وليس انتخاب الامين العام بما معناه انه هو لا زال معينا. فإذا شرع السيد عدنان بدار إذا ما استتب الأمر إليه بعد انتهاء الطعون وحسب الموضوع قرائن ممكن يغيره أو يبقيه. جيد. وهو لا زال في المنصب. جيد أنا عندي واجب أن يمنع القرار لجنة الانتخابية لا بد حتى أن يرفع عن طريق موقع الاتحاد الإلكتروني الرسمي. لا هذا من حق اعضاء الجمعيه العموميه ومن حق الاعلام ان يطلع. طيب استاذ وليد انا بس عندي استفسار عندي استفسار وحسن النيه بالتعامل. عندي استفسار القرار الانتخابي الانتخابات كانت منقوله عبر الهواء مباشره ومسجله كامله. يعني هل حصولك القرار الانتخابي شيء شكلي بالدعوه؟ نعم استاذ طاهر محكمة الكاس والمحكمة المنازعات في بغداد وكل المحاكم بالعالم. نعم. توجد نوعين من هنا يعني نوعين الدعاوى تمر بنوعين نوع الشكليات الفورمز ونوع الموضوع الدعوى السبجكت. إذا أنت لم تستكمل الشكلية الفورمز دعواك لا تنظر موضوعا. والشكليات المدد القانونية واتباع الشكل الذي حدده القانون. المادة التاسعة من قانون الانتخاب للاتحاد العراقي لكرة القدم الفقرة الثانية تقول يقدم الطعن إلى الأمانة العامة في غضون ثلاثة أيام من استلام قرار اللجنة الانتخابية. أنا ما استلم القرار. جيد أستاذ وليد أستاذ وليد معناته ممكن يطلع القرار بعد يومين أستاذ وليد حق موكلي بالطعن. استاذ وليد الله يساعد القاضي اللي يوقف قبالك. استاذ وليد اسمح لي أنا أشكرك ممتن جدا نحتاج يعني مداخلة أكبر حضورك بالاستوديو لكن أقول لك يا وللجمهور الرياضي يعني ربما هذه الشكوى لا تغير من حقيقة أن هناك أكثر
من 46 شخص اختاروا عدنان درجال و16 شخص من الهيئة العامة اختاروا سيد شرار حيدر. أشكرك، ممتن لحضرتك، ممتن على المداخلة، وبالتأكيد لا البرنامج ولا أي شخص يحاول أن يحيد عن القانون إذا ما كانت هناك خروقات أو في القانون يأخذ 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 مجراه. ورحب عبر سكايب أيضا ينضم معي الأخ طه زاخولي، ورحب بك أستاذ طه. تحياتي لك أستاذ طه، وتحياتي لضيفك الكريم. الله يخليك ميثم ولا جماهير. أهلا وسهلا متابعين. يعني أنا خليني شوي أرجع لأستاذ ميثم بعدين نسولف أنا وياك بقضية الانتخابات. أمس عندي سؤال أنا ختمت آخر شيء الأخ وليد، قلت له وإن كانت لا تغير من أن هناك كانت حقيقة بيوم الانتخابات بأن الأغلبية الساحقة كانت تؤيد وجود عدنان درجال رئيس الاتحاد. نعم طبعا أكيد هذا واقع حالي، يعني كنا شاهدنا الموضوع عبر الهواء منقول الأحداث الانتخابات. غير هذا شوف، يعني أنا استغرب أنه نتحدث عن طعن، وجميع يعلم أنه الهيئة التطبيعية هي عملها كان عمل بمثابة لجنة موظفة من قبل الاتحاد الدولي، ومن ضمن قراراتها أنه في نهاية عملها تحل وتحول إلى هيئة انتخابية، وعلى أساسه قراراتها نافذة غير قابلة للطعن والاستئناف. يعني حتى من يريد أن يطعن أو يريد أن يتقدم بشكوى لا يحق له لا الاستئناف ولا الطعن، وعليه أن يتجه إلى محكمة كاس. يعني هذا قرارات الاتحاد الدولي، وحتى ممثلين الاتحاد الدولي موجودين. وبالتالي أنا ما أعرف، يمكن هو هذا استهلاك إعلامي هذا الموضوع، راح أسمع هواية بالأيام الجاية. نعم أكيد هي مجرد تعطيل لمسيرة الاتحاد. بس خلينا نكون أكثر واقعية. بالنتيجة أي واحد إلى الحق يلجأ للقانون إذا يشعر بغبن أو ظلم. نعم أكيد، بس يقول لك أنا الاتحاد الدولي أنا أشرفت على هذا الانتخاب. على فكرة حتى اللي يريد يقدم شكوى ما يقدم شكوى على الاتحاد العراقي، يقدم على الاتحاد الدولي، لأن الاتحاد الدولي هو اللي سوى كل الإجراءات، هو اللي سوى التطبيعية، هو اللي نعم الإجراءات كلها سواها الاتحاد الدولي. فأنت تريد تشتكي روح اشتكي على الاتحاد الدولي. طيب بالتالي هذا المنطق اللي تحدثنا به. العفو. طيب الانتخابات ساطة، الانتخابات دائما يعني عواصف ما بعد الانتخابات ومشاكل ما بعد الانتخابات. سمعتك بعد الانتخابات تشعر بمظلومية معينة. طيب تسمعني أستاذ طه؟ طيب يعني كنت أسأل الأخ طه عن هذا الموضوع، لكن قبل أن أعود لأتحدث عن قصة الاتحاد العراقي الجديد، دعونا نستعرض لكم التحديات القادمة التي ستواجه الاتحاد العراقي. هناك تحديات كثيرة وكثيرة جدا، وأهداف، طموحات، رغبات، الأمزجة، وسمى شئت، المعارضة، الإعلام، الجمهور. هناك تحديات كبيرة لاتحاد كرة القدم سنتابعها ونتعرف عليها. طيب هذه أبرز التحديات، وآخرها كان موضوع الاستقلالية وازدواجية المناصب. سيد فراس بحر العلوم قدم استقالته من نفط الوسط، خطوة ممتازة وبصراحة يعني كبيرة جدا، واستكون كأنما رسالة للبقية. يلا أخوان كل واحد
يقدم استقالته. نعم، هي شوفوا احترام لللوائح والقوانين، قانون الاتحادات الرياضية أكد هذا الموضوع، لكن بصراحة هناك محاولات الالتفاف على هاي القوانين واللوائح بصراحة. يعني الدليل أنه المكتب التنفيذي لحد الآن اللجنة الأولمبية، رغم أنه جميع يعلم أنه هو القانون واحد لجميع الاتحادات الرياضية، لكن هناك بعض المماطلة للأخوة اللي فازوا بعضويات المكتب التنفيذي إلى الآن لم نشاهد أي منهم قدم الاستقالة. وبالتالي لجوء سيد فراس بحر العلوم للاستقالة هي تعني تحدي لفجر جديد لاحترام القوانين والابتعاد عن ازدواجية المناصب، على الأقل أن نرى الآخرين يتشجعون ويلجون إلى ترك أحد المناصب والتركيز على عملهم. لأن أنا أعتقد أنه من ضمن ازدواجية العمل كثير من المشاكل اللي راح ترافق العمل، وحتى رحم الله امرئ جبل غيبة عن نفسه، وحتى اتهامات ربما. نعم، وهي جزء مو حقيقية بس مجرد موجود بالاتحاد. نعم، واحدة من الأمور خل أحكي لك إياها، هذا الجزئية هسه تتحدث بها. مثلا شكاوى اللاعبين اللي كانوا يطلبون أندية، ليش كانت من دثرة؟ لأنهم رؤساء الأندية، لأنهم رؤساء الأندية، فهذا أكو تضارب مصالح، فالازدواجية تحقق تضارب المصالح اللي يتحدث عنها الاتحاد. اي بس خليك فد شيء اخي. نعم. يعني عضو ادارة نادي او واحد الكبار او المؤسسين بالنادي يترك النادي، هل معقولة راح يتركه ماكو الو قرار تأثير استشارة يرجعي، بس مو بشكل رسمي طبعا. هسه الاستشارة ما بيها مشكلة، اقول لك خلينا نكون واقعين. طه هسه حضرتك تريد تطلب من عندي استشارة، اعطيكيها بكل ممنونية طبيعية جدا. يعني هذا ما يعني انه انت راح تنفصل عن العالم بشكل كامل. هسه مو بس مثلا نفط الوسط اتجاه سيد فراس او النجف اتجاه رحيم لفته، او عاديه يعني ممكن انا اطلب استشاره من اي من طه زاخولي مثلا، يعني طبيعيه. بعدين هم من اجوا الانتخابات يعرفون هذا راح يصير الموضوع. إيه فرحمه لوالديكم، بس تسمح لي رحمه لوالديكم من هسه، لا تخلون نفسكم ماده برامجنا. اي طبعا والله نبقى يوميا، ما عندنا شغل وعمل، ايش عندنا؟ لا لا لا، هم راهنون على الوقت. يراهنون على الوقت، برامجكم اختفت عن اعضاء المكتب التنفيذي اللي امتنعوا، ولو يمكن انت كنت في اجازه يعني غير مشمول بهذا الموضوع، بس بقيه البرامج طمطمت الموضوع. وطبيعي يعني لحد الان ما شفنا انه البرامج، مع العلم ترى قضيه المكتب التنفيذي قضيه نعرف بها، صارت بها كثير من المشاكل وانعادت انتخابات وطلائب ما خلصانه، المفروض تلتفت. هم اللي يبادرون عاده، مع الاخ طه من زاخو، طه زاخو يعني بعد الانتخابات كانت هناك الكثير من الشكاوى والحديث عن الظلم والكثير من الأمور. بصراحة أنت كنت شاهد حي على الانتخابات وحققت لنفسك رقم لم تكن تتوقعه. هل كانت فعلا الانتخابات عملية أو قاعة الانتخابات كانت مليئة بالشكوك ويعني المؤامرات؟ تحياتي لك كابتن طه سيد. هي تعرف الانتخابات هي اولها مؤامرات وكذب، وهاي الامور نعرفها يعني بدون ما تقول. يعني انا مستغرب من شخص يطلع من الانتخابات خسران يقول مؤامره وكذب، هو اصلا العمليه كذب. يعني ما ممكن. شوف انت تجي، انا اشوف مثلا 30 شخص يقول لك 30 شخص راح اصوت لك، وانت عندك 10 اصوات، شلون راح تنتخب 30؟ هي العمليه اصلا كذب. العملية كذب يعني حتى بوجودك. لا العملية، شوف لو العملية صارت كذب لأن أنت ما عبرت. لا بالعكس، أنا فرحان، أنا جايب 4 أصوات زيادة ما أدري من جبتها للأمانة. أنا ما دخلت بكتلة زين. شوف هي كردستان طلبوا منهم شخص، أي وكنت أقدر أدخل لو سامعين كلام الجماعة. أنا طلعوني أوت من الكتلة زين، لو سامعين كلامي قلت روحوا صوتوا وخلوني بوحدي، انطوني كل واحد صوت. هم عايفين القوائم فارغ، يعني 7 أصوات اللي بصوت الستة سويها 8 ينطيني صوت وانا اعرف شلون افوز. لان انا ما رحت يم شخص ما عندي ثقة به، يعني اروح على اشخاص اللي ما عندهم مثلا كتلة. اللي خلينا نقول ما عنده، مثلا على سبيل المثال نادي النفط كابتن مشتاق. كابتن مشتاق ما له شغل بهاي العملية، لا هو منضمط كتلة ولا هو جاي مصوت. انا اضمن صوت كابتن مشتاق، اضمن انديه، اضمن الناس اللي مو وعدونيهم، هم اجوا وقالوا راح نعطيك. زين سؤال سؤال سؤال، يعني انت من الاخوه في كردستان اتفقتوا وقلتوا يابا
خلي اثنين وانت اوت خارج الكتله هاي. ليش دخلت الانتخابات يعني؟ لا شوف انا ما دخلت كتله، انا دخلت طاعه عراقي يا سيدي، دخلت كشخص عراقي جبت 21 صوت. ملتزم كلامك. اي فاهم يعني، انت دخلت تتحداهم تثبت لهم بانه انت بدون كتله تقدر تجيب فيك اصوات لو 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 دخولك. نعم استاذ طه. نعم اللي دخلنا يابا شنو المشكله يعني؟ هي شنو المفروض اثنين كراد يعني؟ هذا مو كلام. طيب اثنين من نجف شنو المشكله يعني؟ هي مو مناطقيه. لربما اكو اثنين من سامراء كفاء، شنو المشكله اثنين يدخلون؟ قلت يابا دخلوا هم راديين. يعني تقصد كان لازم اكو اثنين من اكراد بالاتحاد. يلا راح تدخلون باثنين احتمال يغدروكم. شو المشكله يعني؟ مو شرط، يجوز ثلاثه ندخل. هم اصلا لو سامعين كلامي المخطط اللي انا سويته، دخل كابتن جوفن وديار، روح اشغلوا عفوني انا اشتغل، انا اعرف شلون اجيب اصوات النفس زين بدون كتله. لا. جيت بوحدي ايه. وياي بس عادل سندي، اخر شيء جاني استاذ ادريس، جمعت 17 بدون مقابل بدون ما انطي شيء. طيب انتم تروحوا ويا كتلتكم انطوني وحدتك، انطيني كل واحد. هسه انت لك مجال تقدر ترشح العشر، انت تنطي العشره خو بنطي، وانت منطي السبعه تسويها ثمانيه انطيني واحد. روح انت شو تسوي سوي. طيب خليك وياي طه يعني ميثم، الكلام واضح، اكو امور مقسمه لا يمكن تجاوزها، هاي اللي عشناها من بعد 2003 ولحد الان. ومن نحكي مرات يقول لك ما تقدر تجاوزها هاي التقسيمه مشكلة. احنا يعني يمكن هذا الصراع السياسي انسحب على الرياضة، هذا الفكر اللي يطبق سياسيا جاي يطبق بشكل واقعي وفعلي بانتخابات الرياضية في كل المجالات، حتى في اللجنة الأولمبية طبعا. هذا الموضوع انا انطيك المنصب الفلاني وكأنما بات حصة، يعني انا اتفق والاخطاها هناك كفاءة، انا من اكون كفاءة انت لا تفرض علي. ممكن يكونون بكتلة كردستان اكثر من اثنين فاعلين، شنو الضير؟ هم لو كان عندهم فاعلين اكثر ودعميهم افضل ما انه يحصرها. انت صدر كفاءات رياضية ولا تخاف عليها من المحاصصه، انت نجيب لي تفرض نفسها يعني. ايه نجيب لي كفاءة ادارية خليها يعني. مثلا كوفن، ترى كوفن يعني حتى لو ما جاي بكتلة أنا متأكد هو راح يفوز يعني بصراحة، لأنه صدروا شخص عنده كفاءة، بات عنده حظوظ وعنده كاريزما مقنعة ممكن ما حد باوع الكومد إنه هو من أربيل أبد، باوعه لأنه هو رجل عنده. نعم. ما حد باوع الطاه إنه هو من زاخة. نعم. باوعه هو صدر. نعم بدليل شوف يقول كان عنده 14 أصوات غير ضامن إنجني، ما يعرف منين يعني. نعم هم هو حكاية منطقية يعني. شوف هسا إحنا تكلمنا عن كوفيد أخذ 48 يعني أكيد بعيد عن المحاصصة وأخذ أصوات أكثر مما كان متوقع. هم خطأوا بقضية يعني الأخوة الأكراد، لو كانوا هم يفكرون هم فكروا بأنه يكونوا يأخذون المقعدين بطريقة المحاصصة، لكن هم خسروا مقعد بهذه الطريقة. لو كان يعني داعمين كفاءة هم لو منطين أصواتهم بدل ما تروح للأخ ديار رايح للأخ طاها كان حصلوا على المقعد يعني، لكن هسه هم خسروا مقعد بهذه الطريقة. لهذا يقول ليش خسرنا المقعد؟ شلون؟ اسمعني شوف، هي بالمحاصصة اكو محاصصة اي تمام. انا من قعدت ويا الاخوان ما اعرف علي هم لا مشوا قومية حتى واحد يحكي بيها، ولا مشوا عراقية، فسمعت امور انه فلان حزب، انا ما كنت من حزب تمام. يعني اللي يصعدون لازم هم بارتي مثلا، انا مو اكو حزب اخر ما كنت من حزبهم يعني واحد من حزب حزب ايه يعني انا ما انضميت ما منضم لحزبهم. فهم اللي توقعوا يا اخي، قلت له زين انا راح انطي فرضا انا انطي صوت محمد ناصر تمام. ما انا ما بوعد على محمد ناصر من حزبي ومن حزبه ومن قوميتي وقوميته، لا اجد الكفاءه محمد ناصر انطي صوت. انا انطي صوت مثلا خلي يقول لفلان فلان ما عندي مشكله يعني الا من قوميتي او زين. هم لا هي قوميه مش اوكي، لا هم هو يبدو من البدايه هسه قبل لا تصير الانتخابات يعني مقربين نسمع بأن ثالث واحد بالترتيب طه زاخوي، ثالث واحد بالترتيب. لا وقل له تلت تعب نفسك من بينه، هي من هذا الحزب وعا من هذا من أربي الواحد نسمع لا تعب روحك. فضل 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 سؤال فضل. ناس وياها جيوش وياهم وزير وياهم الكتلة الجنوبية
يعني الدنيا كلها مشتغلة أشهر وزراء ملتقين على منشخص ما قدر يعبر. ليش؟ أنت ما ممكن تجيب شخص ما معروف مثله. أنت الكثرة تفيدك بس أنت غير تجيب شخص عنده نفوذ بالهيئة العامة حتى أصوات برانية. أكو ناس مستقلين مثلا نادي الأنبار اتحاد فرع ينبار، هذا الشخص ما عليه من كله يختار اللي يريده مثلا. نعم مثلا نادي الموصل مثلا اتحاد فرع موصل دكتور طارق، دكتور طارق لو أكون أنا وياه بدون كتلة يعطيني الصوت يعرفني يا أخي يعني علاقاتنا صار. شوف الكتلة كردستان قعدوا ويا جماعة ويا أحد الكتل قالوا إحنا 8 أصوات بمقابل 4 أصوات انطونا. مباشرة هاي الجماعة اتصلوا بي هم بعد يمهم قالوا طه هذا ولا هيك يحكون يا أخي وطه أوت. زين أنت رحت حكيت بكتلة ليش تقول طه أوت؟ يعني أنت شعلك من طه؟ اعتبرني انا من غير بشر يعني انت راح بس طاها منافس لك. نفس الدقيقه خابروني يا اخي انت هذا الشخص اللي رحت عليه، هذا الشخص صار 12 سنه صديقي، هذا الشخص انا افوت ببيتي يفوت ببيتي، انت ما تقدر تضبط الدقائق. والله اجوا وقالوا مريت 7 أصوات اري صوتك ونحن نعطيك 4. زين يعني هاي امورك وهاي شلون تاخذها مثلا؟ اي اقول لك على سبيل المثال اتوقع انا جايب صوتين من حله، طاها وين حله وين؟ زين الحلة شو مستفاد؟ شو بدرك شو بدرك شو بدرك من الحلة؟ هم على الوعد لو قالوا لك بعدين. لا لا أعرف ترى أنا ذكي أعرف من الأصوات مثلا من ما يتكرر صوتي صوت ديار سوى مرة واحدة معناته جماعة ديار. أما جماعة ديار ما منطينا يا أما أنا ما منطي. أنا منطي صوت من يتكرر مرة واحدة، من يتكرر صوتي مثلا كذا مرة ويا فلان أعرف من انطاني. مهم بينا رياضيات ترى ترى صبورة وتشرح لنا جماعة كردستان ايه كلهم اعطول ديار تمام؟ زين من تجي انت تشوف انا اسمي ماكو ولا قائمة مع ديار فمعناته شنو؟ معناته ما انطوني. وانا اعرف انا الوحيد اللي طلعت من الانتخابات فرحان ما انقدر بيها لان اعرف من ينطاني ولا ما يعطيني ما عدا شخص. وانت كنت تعرف ما راح تعبر. لا انا اعتمدت على شغلة واحدة بس استاذ طه. نعم قعدنا أنا حسبت بالأرقام فقط قلت أنا عندي شغلتين فقط عندي أمل أنا أفوز بيها. جيت كعراقي عندي أمل لربما الكردستاني طوني اللي حتى من حزبي ما انطاني يعني حتى أربين ما انطوني اتحاد فرع أربين حتى من جماعتي ما انطوني اتحاد فرع أربين. أي هو تقريت أكو تقسيم داخل التقسيم مو تقسيم هسه أنا أقول لك أربيل صوت لي دكتور عبد الله ودهوك فقط حتى أربيل اللي هو أربيل اتحاد فرع أربيل دكتور عبد الله صوت لك؟ أكيد يصوت لي دكتور عبد الله ودهوك. أنا زي أعرف شوف أعرف من اللي صوت زين خلي 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 أخذ رأي أستاذ ميثم. يعني هو الأخطاء ده يحكي التفاصيل التفاصيل وكل العمليات الحسابية اللي ممكن تصير بال أنا بس أفتخر شغلة واحدة أستاذ طه أنا دخلت شخص واحد جبت 21 صوت حتى أنا ما أعرف شلون جبته هذا أفتخر به. زين ذول الأربعة منو؟ لحد ما تعرف ذول الأربعة منو زايدين؟ والله ما أعرف منو الأربعة. أنا اللي أعرفهم اللي عادوني الأربعة منو ما أعرفهم يا أخي هم ناس يعني يجدون بي يعني بدون كتلة ما أعطيت. أنا جيت البغداد سوي لهم موقف وراح إزاي؟ عملية الانتخابية قبل الانتخابات بأربعة أيام جيت معايا $70 فقط مصرفي فقط لا سويت شيء لا رحت ويا كتلة ولا كذبت على أحد ولا كذا مجموع 21 صوت. زين لو بس جماعة كردستان انطوني 7 أصوات عني صاعد. طيب الأستاذ ميثم القصة يعني القصة أكبر من ما ربما تصوره المشاهد، القصة أعمق حتى. طبعا بس القصة هذه مو دائما تثمر بنجاح يعني هاي قصة أثمرت بفشل وإحنا تحدثنا عن هذا الموضوع يعني قلنا أنه يجب أن يراهنوا على نعم أنت قدم لي يعني أنت تريد هسه أوكي تريد تطبق نظام محب. بس طينا واحد يخدم لأنه هذا راح يجي مجلس الإدارة شو راح يسوي يعني أنت صح جبت بتزكية من بهذه الطريقة مال المحاصص لكن طين أنت فكر إداري قادر على الانسجام بالمنظومة يعرف المنظومة هسه هو يتحدث بشكل منطقي لك أنا بالنسبة للهين عماني جتني 4 أصوات لأن أنا لأنه 24 ساعة هم يعرفوني منه هذول حتى الأربعة اللي ما يعرفهم انطوهم لين يعرفون يعني طه بس مثلا نقول لهم هم مثلا مع احتراماتنا الاخ ديار اللي هو ما فاز
جوز ما عرفوا ديار منو يعني ما عندهم اختلاط به. لهذا احنا شو نقول؟ نقول الرياضه هي رياضه وطن مو رياضه مجال محدد. هو رياضه انجاز وتحقيق اهداف نعم نعم. وهذا احنا يعني احنا ندعو العراقيين حتى هسه بالانتخابات البرلمانيه اللي هي جايه قريبه انه ابتعدوا عبروا هذا الموضوع، انه بنرجع بالرياضه نطبقه. فهذا الموضوع موضوع خطير للامانه، لانه بيقتل الكفاءات. يعني شنو ذنبي؟ انا ما منتمي للحزب، لاي حزب ما منتمي. شنو ذنبي انه انا بالنتيجه القصه يعني حتى مو تخص الكردستان. طب احنا هنا طبعا ما قصروا ما شاء الله، لا لا اشكال الوان يعني طبعا حتى قبل يوم الانتخابات السياسيين ما قصروا بالتدخل. طيب تفضل سوري. انا اعرف فيها اكو توجهات، كل من اعتمد على نعرف جزء من عندهم هم منتمي لجهات سياسيه، وجهات سياسيه بدات تشتغلها بشكل واضح وعلني، ونعرف يعني الحراك اللي صار والتاثيرات اللي صارت. اي بس احيانا رغم التحركات بس النتائج ما تجي. لا والله اجت مع الاسف. لاحدهم اجت يعني اجت للاسف يعني. اللي بعض يمكن لاحد واحد اثنين مو اكثر. زين خلينا نسمع يونس محمود شنو قال بعد الانتخابات النائب الثاني اللي رئيس الاتحاد. تبارك لك، مبارك لك بدخولك الاتحاد. أمنية قديمة تحققت؟ أمنية لا، هو يعني تخطيط بالنسبة لي، يعني مخطط أن أدخل الاتحاد، وأنتم تعرفون من شت لعب أنه أنا فكرت أنه أدخل الاتحاد، والحمد لله حصلت للفرصة أن يكون موجود. الخطة القادمة؟ الخطة القادمة هي صعبة صراحة. ممكن الإخوان كلهم يقولون موضوع انتخابات هو موضوع صعب جدا، وتعرف الحراك اللي يكون بالهيئة العامة، والهيئة العامة كلش اختياراتها يعني تكون دقيقة، فايش عن صعوبة به. المرحلة القادمة الآن دخلت المكتب التنفيذي، الآن المشكلة لازم أن نوصل التطلعات الشارع العراقي اللي يريد يصل للشارع العراقي اللي يتمناه، إذا كان منتخب أو كان كمكتب تنفيذي للاتحاد العراقي، فأكيد نسعى لتحقيقه. نتمنى يعني أنا اليوم حتى بالاجتماع يعني من ضمن اللي صار بالكلام أنه إحنا يجب أن نحقق تطلعات الشارع العراقي والإعلام العراقي أيضا. شعبيتك واسمك يعني من دخلت الاتحاد أضفت الكثير للاتحاد، نفس الوقت هذا الشيء ممكن لا سمح الله يكون عبء عليك في حالة الفشل أو إخفاق. مهمة صعبة، شعبية جدا كبيرة تمتلكها، السلاح ذو حدين، ممكن خاصة دخلت هالما مو ملعب هالما الاتحاد. لا لا، أنت يمكن راح تشوفون بالفترة القادمة إن شاء الله، أعتقد يوم الأحد أو الأسبوع الجاي أيضا عندنا، ولو ماكو اجتماع صار مفتوح لأن تعرف الشغل هواية بمكتب التنفيذي، صراحة تشوفون هواية أمور مختلفة. وين حشوف بصمتك بالاتحاد؟ بعد إن شاء الله الأسبوع الجاي تبين. أكو لجنة معينة ببالك؟ إن شاء الله. اللي هي لا ماكو لجان. لا لجان ما اعتقد، لجان ممنوع يعني المكتب التنفيذي ما اعتقد احد يكون باللجنة او شيء. لا ماكو. بس اكو اشرافات على بعض الامور. كل اعتقد راح تصير بها لجان، راح تشوفوها عن قريب. طبعا القايون سمود بعد الانتخابات بالتاكيد يعني نتمنى التوفيق للمكتب التنفيذي الجديد تحت كره القدم. مره اخرى الى الاخطاء يعني بعد ما حدث بهذه الانتخابات وحتى الانتخابات اللي سبقتها، دائما ما تكون هناك يعني اعتراضات. ما رايك بالاعتراض الذي قدمه السيد شرار حيدر على الانتخابات؟ يعني كيف تقرا هذا المشهد؟ هل هو اضاعه وقت؟ هل هو واقعي؟ استاذ طه نعم. انا برايي نعم المرحله الفاد، شوف هسه الشارع الرياضي كل هذه المكتب التنفيذي أنا أقول بالعامية الدنيا ما خلصت. نعم. وخلي ندعمهم. هسا أنا ما فزت، بس أرجع أقول ما انقدر وما كذبوا علي أحد. هذا اللي حصلت اللي وعدوني إياه، خلاص ما فزت أنا صرت ضدهم. يعني معناته شنو؟ معناته أنا ما كنت ويا فلان وعلان. المبدأ واحد. المبدأ إنه أنت تريد تخدم بيش كان. أنا برأيي إنه ندعم هذه المكتب التنفيذي ونعطيهم فرصه. شوفهم هسه العراق كله يريد عدنان، والعراق كله يريد يونس. زين صار عدنان يونس، ننتظرهم نشوف شنو اللي راح يقدموه. اذا فشلوا حتى الجماهير راح يسكتون، هذا مطلبهم. صدقني انت جايب افضل رئيس اتحاد للعراق، ما كان راح يتقبله، ما يريدون غير
عدنان درجال، هذا كلام صح؟ نعم. انت مع كلام نعم. وفارق الاصوات كان واضح بين فارق الاصوات. شوف انت تعرف، شوف خلي اقول لك ايش صار. اي ارجع الماضي. انا ما اريد احكي. شوف انا 2017 18 باي انتخابات انا ما كنت عضو هيئه عامه وكنت خارج زاويه. 2017 يعني تركت الفريق، كنت عضو هيئه عامه لكن مو باداره نادي زاخو. فاعطيك شغله، اعطيك معنى النفاق. ايه اعطيك معنى النفاق الرئيسي 100%. ايه كم منافق اكو زين، وكم كم شخص ما عنده شخصيه الرؤيه الصحيحه. عدنان درجال دخل 2018 كم تثنيه حصل من 2018 ولهسه؟ كل شيء ما حصل من بعد الانتخابات 2018. هذيك لا مو وين ما قدر اصلا. ايه ليش ما انطى تثنيه؟ ليش؟ سؤال. ايه وانت المفروض تجاوبني. انا ما كنت بالهيئه العامه. لو كنت لا بس لا بس انا ما كنت انا يا عم لازم تعرف انت تواصلنا. شوف حتى تعطيني معنى النفاق وين بقصدك بين التناقض ما بين 2018 وما بين هسه. طيب عدنان درجال ايه؟ تغير صار غير عدنان درجال، واجى 2020 21. بس قلنا شنو التثنيات كلها. لا فاهم القصد، القوه الرجال اجى فلش الاتحاد السابق اشتكى عليهم ويعني طيب صار طيب القوه. انت اشتكى، انا واحد اشتكى عليه وطلعت. طيب ليش رجعتهم وياك؟ اذا هم على غلط ليش اشتغلت لكم؟ يعني شنو هالتناقض هذا؟ انا ما اريدك لو تدخل وياي جماعه. هسه التناقض قصدك وين؟ بشخصيه عدنان الرجال او بالهيئه العامه؟ بالهيئه العامه. اها بيهم يعني ما اتصور يعني عدنان الرجال وعلي جنبه صاروا سوا يعني ما اعرف عن من جد. يعني تعرف ليش؟ انت قلت في البدايه لعبه الانتخابات. معناته لعبه انتخابات معناته كلهم نيتهم مو صافيه، هدفهم مو المصلحه العامه، هدفهم مصلحه شخصيه. هسه شو بالبدايه قلت غير شكل، قلت كلها تريد عدنان درجال وعدنان درجال ونس محمود. تريد عدنان، انا مريد عدنان. ايه؟ بس شنو الهدف؟ ايه عدنان وعدنان درجال ما يملك مواصفات اداريه بصراحه. اكيد يملك عدنان درجال. عدنان عنده هاي المواصفات. هسه هو عدنان درجال. هسه اعطيني مجال بس خليه اكمل. هذا مدافع عن عدنان درجال. عم احكي تفضل. شوف دخول شرار حيدر نعم خلى عدنان درجال يتنازل لعلي جبار. اذا ضرب علي جبار كان لربما طيب يصير مع شرار. طيب خلي اشرك استاذ ميثم تفضل. نعم يعني القصة حكاها استاذ طه حول موضوع الانتخابات. اي بس شوية يعني هسه هو يعني جزء من حديثه بمقبولية وفعلا واقعي، لكن مال انه كلهم هم جايين على مصالح. انا شوية هذا الموضوع مو كلهم يا اخي. هسه انت مو انت قلت كلهم انا متوقف شنو اللي غير بي؟ طه خلينا نكمل شنو اقوم اطلع. بس درينا ما فزت وطيناك نص وقت. لا لا اي استاذ ميثم شوف يعني هي كنا اذا سمعت كلامي مس محمود هو يعني هو طموح لكل انا واحد من الناس يعني ما سمري نذكر اسماء احد الاصدقاء المقربين. قلنا له شنو قال هذا؟ قلت له ليش انه انت كنت عندك رغبه بي. قال انا يعني غامرت بمغامره اداريه بالنادي وكنت اعيش تحديات حققت بها نجاح الى حد ما زين، فحسيت انه عندي رغبه بالمغامره. وخاصه قال انه اتحاد كره القدم ترى اتحاد جماهيري يعني الناس انت على تماس مع الناس، فتحس انه بالفتره السابقه اكو انتقاد لعمل الاتحاد، اكو انتقاد كثير، فهاي فرصه انه احنا نجي نقدم. اي بس يقول لك انا برايي بانه الناس اللي اشتكى عليهم علي جبار صار هسه علي جبار وياه، ولولا دخول شرح حيدر كمنافس ما لجا الكابتن عدنان درجال لعلي جبار. تفسيرك لهذه الصوره اللي دائما ما الجمهور يحكي عنها، المعارضه تحكي عنها اذا صح تعبير المعارضه. لا هذا مفهوم غلط بصراحة. يعني الصراع بقى يعني ما صار اكو توافق. يعني كل من يقول لك اكو توافق لا، هذا ما بين عدنان درجال وعلي جبار. اها ماكو توافق. موجودون بدون توافق. لا ماكو توافق. المصالح غلبت. هذا حديث يعني انا حتى ال 16 صوت اللي اخذهن شرار انه بهن بعض الدفع من كتلة الاتحاد السابق خلينا نقول هسه اذا كان علي جبار او غيره. لكن حتى بعد انتهاء الانتخاب الرئيس والنائبين
كان قاعد يمي يسار على رياح تحياتنا إليه، قلت المعركة ما انتهت، بالعكس هي المعركة راح تبدأ هسه. المعركة على سلطة القرار، وسلطة القرار هي بالأغلبية. هذا واقع حال. فكانت المعركة الحقيقية، أنا شفت حتى وجوه، يعني أنا قاعدين أنا صار على رياح، طلع الأخ علي جبار يعني عصبي، لأنه معركة الحسم هي معركة العضوية، أشخاص هو يريدهم، معركة العضوية، منو راح تكون عنده سلطة قرار؟ يمكن أنت تعرف حضرتك الأمور اللي تذهب للتصويت، إذا كانت كتلتي فراح أنا أسحب القرار. يعني أنا قوي على جبار، الشخص القوي، الشخصية الكذا اللي عدنان درجال تجي إله في سبيل الفوز بالانتخابات، منو قال هذا جماعته؟ كل هذا يقول لا لا، هذا كلام مو منطقي، صدقني والله العظيم. طه استاذ طه، السؤال ايه تفضل. راح نعطيك دليل سيد ميتم انه راح يصير توافق بين عدنان وعلي جبار، وهذا نتمنى احنا شريد. ايه يعني انت تريد، ما احنا نتمنى خلي يصير توافق بس على استاذ طه لخدمه المصالح العامه، خدمه المصلحه العامه ما عندنا مشكله. اعطينا الدليل قبل اسئله السؤال الاخير. مو شخصي، تمام. راح نعطيك دليل، ايه راح نعطيك دليل، راح يتوافقون. ايه شوف، علي جبار وناجح حمود كانوا واحد، نعم، دخل ملة ضده، نعم، علي جبار بنفسه قال إذا ناجح ما فاز أنا أعوف القاعة الانتخابات وأطلع، أنا ما ممكن أشتغل بدون ناجح. أنا كان والمرحوم صباح القرعة ويمي زين، وبعدين علي جبار اشتغل ويا الملة وصاروا أصدقاء وكذا، واحد وقام واحد يصير يعني، قصدك المصلحة تغلب الرأي. وعلي جبار قال أنا بعد ما أشتغل، خلا علي جبار بعد 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 ما طلع واستقال وقال ما أشتغل ورجع للانتخابات. لا لا، هذا كلام مختلف عن هذا، عن الواقع. علي جبار قبل عدنان درجال راح يتوافق، يسألك عن توافق بس، هو هل اعتمد عدنان درجال على علي جبار بالفوز بالانتخابات؟ هذا سؤال خطير يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى تفسير. مو اعتمد عليه، لكن تخوف منه. علي جبار نفوذه جيدة بالفرات الأوسط وبالجنوب، أنت زين تعرف. يعني سمون رد تقولون عدنان درجال قوي وأخذ بقوة، ما رد. عندي سؤال أخير لك طه، سؤال خارج الموضوع بس قريب يعني. منو قال عدنان درجال أخذ بقوة؟ منو قال الكلام؟ أهواء كل أنا ما قلت لك. لا مو أنت، مو أنت. سأطرح سؤال أخير، ياسر قاسم فعلا تمت دعوته من قبل أدفوكات أم لا؟ كابتن ياسر قاسم مو تم دعوته، كل ما قالك طلبوا من عندنا جواز سفر بس. ليش يجددوا إلى؟ أكيد دعوه جديد وخلاص. يعني شوف أنتوا، أنا الكلام كان هذا من سابق، من زمان كان تواصل بيني وبين كابتن باسل جورجيس أنه ما نعلن هذا الكلام. بعثت له جوازات وكذا، وأكو لاعب آخر قريب بعثت له جواز، قال تبعث لي جواز فلان ولاعب قريب من عندنا بزاخو، قال هم تبعث لي جوازه، هاي الجوازين. قلت له اوكي، واحد اثنين دزيت له، قال خليها بيناتنا انه هذا الشيء ما يطلع. انت هسه خليته ولا واحد يدري؟ سبحان بس انا وياكم ولا واحد يدري. والجمهور خابرني باسم جورجيس، قلت له لا تحجون، شو كابتن رحيم مصرع ولا خم مصرع يا بعدين هي مو فد شيء سرقه. ياسر قاسم، ترى ياسر قاسم مستواه مو مثل مستوى ياسر قاسم اللي شفتوه باربيل، مستواه حاليا افضل. هذا يعني هذا اللي نتمناه. شكرا جزيلا، لا والله البدني افضل. شكرا ياسر، شكرا لك، انت معي عبر سكايب من زاخو، ممتن جدا لك، شكرا لك. يعني عوده ياسر قاسم بعجاله، نتمنى ان يعود ياسر قاسم مثل ما قلت، اللي امم اسيا كان ممتع. اي طه عاديه يعني، باي لاعب عنده عطاء ممكن يخدم المنتخب الوطني، اهلا وسهلا بوجوده في تشكيله المنتخب الوطني. بالعكس، يمكن تعرف يمكن ثوره عارمه جماهيريه صارت على ويخلق منافسه بخط الوسط من هجوم. نعم لا، وخاصه منطقه الوسط بحاجه الى لاعب ممرر حقيقي. احنا يعني بكل المباريات اللي شفناكو حلقه مفصوله ما بين الدفاع والهجوم، ما وجدنا شخصية مثل شخصية لاعب وكاريزمة لاعب بالنص مثل نشأة أكرام عبد الوهاب وبالهيل. جل احترامنا للاعبين الوسط، خاف نسان عباس عبيد، اللاعبين اللي عنده قدرة على التمرير، كرة بينية وصل. فربما عودة ياسر قاسم ممكن، عودة ياسر وحتى كثير من الأسماء اللي تحدثوا أنهم محترفين في البلدان الأوروبية ممكن. شكرا جزيلا لك سعد ميثم، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا وتقدير للسيد طاز أخوي كان معي من زاخو، وأيضا للسيد وليد الشبيبي كان معي عبر الهاتف. فلكم مشاهدين، نلتقي الأحد مع صوت الملاعب، إلى اللقاء.